في ايه بس يا ابني؟ مش تحاسب؟ احاسب؟ احاسب ليه وانا مالي؟ هي اللي توبه غبيه، وهي ايه اللي جابها في طريقي اصلا؟ توبه هي اللي غلطانه؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ هي توبه بتحرك نفسها؟ انت المفروض تاخد بالك وتشوف انت ماشي فين وبتدوس فين. لا يا اخويا انا ما بغلطش اصلا، اكيد في حد حاطط الطوبه دي في طريقي علشان عايز يعمل فيها مكيده وقاصد ان انا اتشنكل فيها. انا مش عارف الناس مركزه معايا ليه. مكيده؟ مكيده دي يبقى خالتك يالا. وبعدين انا اصلا مش عارف اضيع وقتي معاك ليه. انت صح. يا اهلا بيكم، معاكم احمد حسن من قناه ليرن. طبعا كلنا بنقابل في حياتنا الشخص اللي من النوعيه دي، الشخص اللي دايما شايف نفسه صح وكل الناس اللي حواليه وكل الحاجات اللي حواليه غلط، يعلق دايما اخطائه على شماعه غيره وبيلوم كل حاجه حواليه الا نفسه، مع انه لو فكر شويه هيلاقي ان عنده فرصه كبيره يتغلب على كل المشاكل والصعوبات اللي بتقابله في حياته، ده بس في حاله لو بدا يشيل الافكار السلبيه من دماغه وبدا يبطل يشتت تفكيره ويلوم كل حاجه حواليه ويركز ان حل المشكله جواه هو بس. لو انت صاحي الصبح متاخر ونازل من البيت بتجري عشان تلحق تروح الشغل ومستعجل جدا، واحد راح ماسك طوبه وراح حاطط بيها وراح جه، ما تشتتش نفسك وتقول ده انا هجري وراه وتنسى كل اللي وراك لمجرد بس انك عايز تجري وراه حاطط الطوبه زي ما هو حدفك، او لمجرد ان انت عايز تنتقم منه عشان حاطط بالطوبه وانت ما عملتلوش حاجه. بس لو عملت كده ورحت شغلك والمدير سالك ايه اللي اخرك وراح رازعك خصم نص يوم، ما تجيش تلوم على غيرك وتقول اصل ده فلان اللي حدفني بالطوبه فانا جريت وراه علشان احدفه بالطوبه زي ما حدفني. ساعتها كلامك ده هيبقى بالنسبه للمدير خزعبلات، هيبقى انت بتقول كلام ما يسواش عنده ثلاث تعريف حتى. لازم عقلك يفكر قبل اعضائك ما تتحرك. ظروفك صعبه وامكانياتك بسيطه، اشتغل باللي معاك، اشتغل على قد امكانياتك، ومع الوقت البسيط هيبقى كتير صدقني. اهلك مش مساعدينك؟ قاومهم وما تتنازلش عن حلمك. شغلك مش مساعدك وشغلك وحش ومش قادر تلاقي نفسك فيه؟ استحمل لحد ما تلاقي شغل احسن تلاقي نفسك فيه. ما تستسلمش وما تتشتتش، واجري ورا حلمك ودافع عن هدفك، وصدقني مهما كانت الحاجات اللي حواليك سلبية عمرها ما هتكون مبرر لفشلك.